السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن من فريق برام، الحمد لله اليوم ترشحنا من بين 2500 فريق نكون في هذا المؤتمر الكبير. الحمد لله فضل ربي. فكرة برام بشكل بسيط أنه تدعم الشركات الناشئة من حيث الجهة المالية. بداية كل شركة ناشئة حيكون تواجهها مشاكل في التوظيف، لأن السالري جدا كبير والمبلغ مترتب عليه جدا كبير. فنحن نرتب عليهم أنه نسوي ربط بينهم وبين الموظفين، بحيث أنه ما يدفع الراتب بشكل كامل، لا يدفع نصفه أو جزء منه بشكل كاش أو راتب، والجزء الآخر بشكل إكويتي واللي هي تعتبر أرباح دورية من دون ما يكون إنه يملك أسهم بالشركة أو قرار في الشركة. وبهذه بكل بساطة هو هدفنا إنه نأثر في المجتمع، إن نفيد الشركات الناشئة وبنفس الوقت نفيد الموظفين. شكرا لكم. طيب الله يعطيك العافية. هل عندك أي إضافة تضيفها؟ شكرا. أنا فقط من فريق التطوير، ما معكم كان بيتكلم زهير التركماني اللي هو المنشئ للمشروع، وأنا رئيس الأمن السبراني في المشروع اللي هو محمد عادل، ومعنا اليوم كمان المهندس البرمجيات البراء حسن. نحن ثلاثة نجينا اليوم عشان نعرض المشروع. طيب الله يعطيكم العافية، شكرا لكم، وأهم شيء أنكم من المدينة، وهذا الشيء اللي فرحني ما شاء الله. إن شاء الله نبيض وجهكم ونكون فخورين بكل الإجازات ونرفع رأسكم. الله يعطيكم العافية، شكرا لكم، جزاكم الله خير.